بالظبط هو زيهم بالظبط، عشان كده بقول لك احنا بنبدا بالارض اللي شايلانا الكل مصر، ثم ممثلينا بقى شخصيات او كائنات. النادي الاهلي دائم التواجد في الافضل عالميا وكذا، وبالتالي ما فيش منطق كان يقول ان يكون في عمل اقل من اللي قدمه النادي الاهلي ووي واستادات. الحقيقه ليه النموذج ده ما يتكررش، خصوصا لما طبعا مع كامل التقدير والاحترام للناس كلها، بس انا يعني عايز اقول اوضح فكره انه الثلاث اطراف او ثلاث اضلاع زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي وصلوا لغرفه الملابس، اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه دلوقتي لقطات من داخل غرفه ملابس النادي الاهلي اللي هتستضيف النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي ان شاء الله بعد اقل من 48 ساعه او بعد 48 ساعه بالتمام والكمال في اول مباراه هيستقبلها ملعب النادي الاهلي في الدوري، هتكون قدام ان شاء الله الانتاج الحربي. دي غرفه الملابس الخاصه بلاعبي النادي الاهلي، وده منظر الاستاد من بره. كنت بقوله للاستاذ عصام من شويه انه ليه النموذج ده ما يتكررش، وانا متاكد انه كيانات بحجم الاهلي وبحجم استادات وبحجم ويه بالتاكيد كل واحده منهم او كل طرف من الاطراف دي قدر يحقق استفاده معينه من ورا مشروع او من ورا شراكه كبيره بالحجم ده. يعني كان في برضه حاله احترافيه، هي حاله دراسه المشروع، حاله انتقاء المؤسسات لبعضها البعض، ما كانتش مغامره ابدا من راعي بحجم وي ان يكون يعني علامته على النادي الاهلي، ولا مغامره ابدا من استادات، خاصه ورئيس التنفيذي يعني صديقنا العزيز محمد كامل، هو رجل يعني بالضروره محترف. بص يا كابتن، معانا على الشاشه يعني دي الشاشه التاتش، المدير الفني هيشرح فيها اللعيبه الخطه زي بره بالظبط، زي ملاعب العالميه بالظبط ومراكز اللعيبه وحركاتهم، هي نسخه منها فعلا. ما هو ده السبيل الوحيد يا جماعه ان مصر تاخد حقها، مش مصر حد يضيف لها. ليه؟ لانه ما يهمنا هو ترجمه نسخ الى العربيه. والله استعرض ده، خلينا برضو ننوه لمشاهدينا، استاذ شريف شديد هو المدير التنفيذي لاستاد الاهلي وي، اللي بيشرح طبعا لاعضاء المجلس والكابتن محمود الخطيب. الشاشه اللي حضراتكم شايفينها جوه غرفه خلع الملابس دي تبقى خاصه بالمستر ريني فايلر، هو اللي بيشرح عليها او بيدي التعليمات وبيرسم الخطه وبيحدد تحركات اللعيبه عليها قبل واثناء لا قبل وبين الشوطين للاعبي الفريق. وطبعا بالاضافه لعدد كبير جدا من التجهيزات التقنيه والفنيه والشكل العالمي بقى، يعني عارفين حضراتكم الكاميرا لما بتدخل قبل الماتش بين اي فرقه في الشامبيونز ليج وتخش تشوف في الدوريات كمان وفي الدوريات ده ماتشات المهمه، الاطقم، الملابس، اللعيبه المهمه اللوكرز بتاعتها عامله ازاي، الحاجات دي كلها خلاص هتبقى ادوات. هنشوف النسخه المصريه بالظبط بشكل ايه، الكوره نفسها بتتحرك ازاي وهي خارجه. ما الطف ان الجمهور ممر خروج اللعيبه طبعا بالنسبه لنا، ما الطف ان الجمهور يتنقل له التفاصيل ازاي الشباب جوه في الممر قبل ما حضراتكم اللي هيتعصب يعني شوفوهم عاملين ازاي مع بعض في الذهاب والعودة من خلال أحدث تقنية نقل مباشر وكذا. شوف كمان قد إيه الولاد الصغيرة نجوم العالم، وأنا بقول لك مش هتكون مفاجأة إنك تلاقي طول الماتشات مش بس الولاد موجودة، هتستجيب النجوم لأنه الحالة في هذا الملعب هذا المنتج بين رقية جدا تدفع إلى الرقي واستادات، هتدفع إنه بدل ما بيمشوا كده وجرين الولاد وخلاص هيتكلم معاه زي ما كل نجوم العالم بتكلم الولد، وهيفيده في حاجات كتير. في اتصالات كمان يا كابتن، ومحاولات إن ماتش الوداد يوم 3 أكتوبر إن شاء الله يتلعب على ملعب الأهلي وي، هتفرق جدا دوري أبطال أفريقيا، وعايزين نطلع بشكل مشرف وعايزين البطولة تبقى لينا بإذن الله. ما هنا وضع العلامة بقى، لأنه طبعا يعني استاد القاهرة وما هو استاد القاهرة، لكن زي ما قال أحمد وحضرتك أكدتي إنه الأهلي بات لديه ملعب هو نسخة من المان يونايتد والبارسا وباريس سان جيرمان وكل هؤلاء، إذن في ملعب يحمل اسم الأهلي وي، لا حتى القادم كمنافس بيشعر إن مش بس صفوف الأهلي الفنية اكتملت، ولكن العدة أو الأدوات كمان جاهزة على الأرض.